تعميم صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية في لبنان يسمح للمرأة اللبنانية المطلقة بإدراج أسماء أبنائها على بيان قيدها العائلي رغم عودة قيدها إلى خانة والديها، قرار وصفه مدير عام الأحوال الشخصية بالخطوة نحو تحقيق المساواة، إلا أن ناشطات في مجال حقوق المرأة رغم اللفتة الإيجابية وصفن هذا القرار بحبر على ورق. هذا تفصيل ما بيقدموا له بأخر تفصيل، بس انه ادراج اسماء اولادها من مطلقه. طيب اوكي، انه هذا وين بيطلع باطار المساواه؟ انه اذا ما ادرجوا اسمائهم على قيد ببطل اولادها، هلا هو شيء منيح بس انه مش مساواه، لا ما فينا نحطه باطار المساواه هذا الموضوع. طلبنا توضيح اهميه هذا القرار من المديريه العامه للاحوال الشخصيه دون الحصول على رد، وفيما تطالب اللبنانيات المتزوجات من أجانب بحق إعطاء أبنائهن الجنسية منذ أعوام لم يصدر أي قانون بعد. ليه لحديت هلأ كل النضالات النسائية بإطار إعطاء الجنسية لأولادها من غير لبناني؟ ليه لحديت هلأ ما حدا عم ينظر فيه للموضوع؟ كل النضالات النسائية بالبلد عم تنادي بهذا الموضوع، إنه حقه هيدا اللي خلق وعاش بقلب هيدا البلد هيدا الولد، حقه ياخذ جنسيته من أمه، ليش بده يروح يعمل إقامات كل فترة والتانية؟ كان مجلس النواب اللبناني أقر قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بعد وقوع عدد من الجرائم قبل 4 أعوام، إلا أن اللبنانيات يشتكين من صعوبة التنفيذ. غنوة يتيم، العربية، بيروت.